بسم الله الرحمن الرحيم. لازال أعداء الإسلام بيوردوا بعض الشبهات على المسلمين علشان يشككوهم في أمر دينهم، ويطلع الملحدين يقولوا أصل القرآن فيه تناقض، علشان كده القرآن ده مش من عند الله، ده من عند محمد صلى الله عليه وسلم، هو اللي قاله، ولذلك وقع في بعض التناقضات. طيب تناقضات زي إيه؟ قال لك خد مثلا، انتوا بتقول ان سيدنا عيسى لم يمت انما رفعه الله اليه، قال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، ما اتقتلش وما ماتش، انما كما قال تعالى بل رفعه الله اليه. عندكم بقى في القرآن يقول ان عيسى توفي او مات، مع ان القرآن من شوية بيقول ما ماتش ودلوقتي بيقول مات، فين جبتوها منين؟ قال لك قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. يبقى هنا تناقض، مرة يقول ما ماتش ومرة يقول مات، وده يؤكد إن القرآن فيه تناقض. طبعا ده كلام غير صحيح. أمال إيه قول الله عز وجل إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك؟ نقول الوفاة نوعين، الوفاة الصغرى والوفاة الكبرى. إيه الوفاة الصغرى؟ الوفاة الكبرى مفهومة. إما إيه الوفاة الصغرى؟ الوفاة الصغرى يعني النوم. النوم بنطلق عليه وفاة، نعم. ومن القرآن أيضا قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها، دي الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها، دي الوفاة الصغرى. يعني النفس اللي نامت ده نوع من الوفاة الصغرى، الله يتوفى الأنفس حين موتها الوفاة الكبرى، والتي لم تمت في منامها يعني الوفاة الصغرى. وقال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل، يعني ينيمكم بالليل، ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني ما عملتم بالنهار. يبقى ربنا ينيمنا بالليل ويعلم ما فعلناه بالنهار، طبعا هو يعلم ما نفعله ليلا ونهارا، لكن ده سياق الآية. حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ من النوم يقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا. أماتنا اللي هي الموتة الصغرى، النوم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يبقى إني متوفيك يعني إني منيمك. يبقى سيدنا عيسى لما اترفع إلى السماء الله عز وجل ألقى عليه النوم فنام، ثم رفعه إليه سبحانه وتعالى، والحمد لله. ده يؤكد ان مفيش تناقضات في القرآن، ولا يمكن ان يكون في تناقضات، لان الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.